احنا حتى لو 10 ما حصلنا منهم، واحد حصلنا مكسب. يعني ليش تقولوا احنا نعمل بالممكن؟ نعمل بالممكن، نعمل بنقدر عليه. احنا لا بس دائما نقول ما يصير وعرف ايش وفساد، احنا نعمل اللي علينا، واللي صار فهو مكسب، واللي ما صار نحاول مره ثانيه وثالثه الى طول ما احنا بينا نفس ان شاء الله ما نقصر. العمود الفقري او الثقل الاقوى او الجمعيات الفلاحيه، يعني طبعا احنا واحد، من نقول الجمعيات الفلاحيه والارشاد هو واحد، لان احنا على تماس وعلى تواصل دائما مع الفلاحين في، واحنا نعرف شيء عاني. وزعوا بذور، وزعوا مرشات، مرشه. المرشه هي من ينقص منها جزء تفقد عملها. صح. الشو بالتوزيع، كل فلاح انطوا 4 بواري، بورين ابو الاربعه، واربعه ابو الانجيل ونص، وانطوا مال مرشات مال صابير 10 15. نعم. غير هذه شو تسوي بها؟ يعني يجي ينصب مولده وينصب ماكينه على على 20 على 20 من أجل دعم دور الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة نينوى وفي محافظة نينوى، وتفعيل دوره أقام قسم الإرشاد الزراعي في مديريتنا اجتماع لمسؤولي وحدات الإرشاد في الشعب الزراعية، وذلك لدراسة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الإرشاد الزراعي وكيفية التعامل مع الفلاحين ونقل المعاناة والمشاكل والإرهاصات التي يعاني منها الفلاح. وقيمة هذه الندوة وقيمة هذا الاجتماع من أجل كذلك إيصال صوت الفلاحين إلى المراجع وإلى المسؤولين لإيجاد حلول لهذه المشاكل والمعوقات، وكذلك دراسة إقامة معرض في مديرية زراعة نينوى للحرف والصناعات الريفية. ومن هنا ندعو كافة الفلاحين والمزارعين لحضور كافة النشاطات الإرشادية التي يقيمها قسمنا وكذلك الشعب الزراعية، من أجل الإفادة ومن أجل نقل التقنيات والحديثة ومن أجل التقليل من المصروفات وزيادة الإنتاج وجعل المنتوج المحلي سيد السوق ونمنع الاستيراد، وكذلك نصل إلى إن شاء الله إلى الاكتفاء الذاتي، ويكون الفلاح إن شاء الله في أحسن حال ومن الله التوفيق. يقوم قسم الإرشاد الزراعي شعبة تطوير المرأة والفتاة الريفية بنشاطات إرشادية، من ضمنها دور إقامة دورات وندوات للمرأة والفتاة الريفية وتطوير عملها. آخر دورة قمنا بها كانت مع المركز الإرشادي وتدريب الزراعي في نينوى للأعمال اليدوية للمرأة والتطريز والحياكة والنسج. حاليا قسم الإرشاد الزراعي بالتعاون مع كافة الشعب الزراعية والمركز الإرشادي والجمعيات الفلاحية إقامة معرض زراعي ليومي 13 و14 بشهر الـ11 إن شاء الله، لعرض أعمال ومنتجات المرأة الريفية كافة الأعمال الزراعية. ومن أهداف هذا المعرض تمكين وتطوير المرأة.